عودة لي تراتاتا على شاشة تلفزيون دبي. في تراتاتا كل أسبوع مذيع بيقدم حلقة، وأنا اليوم سعيدة جدا إنه هالحلقة حلقتي مع صباح وصباح فخري. أنا فعلا سعيدة، منورين، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي تراتاتا. لا أنا ما فيي. أول شيء لأنه أنا أكبر منك، عم تقول اسمي بالأرض. حدا بيقول عمره ست صباح؟ أنت ست الكل، المفروض كنا نوقف لك باحترام. يا حبيبي. كيف حالك؟ لا بس. إيه مبسوط معنا؟ أوه. احنا كثير مبسوطين. برشا. لو بنرجع بالزمن، مع انه ما فينا رد الزمن الاول ونرجع الزمن الاول، يمكن تتذكري بسوريا لما كان في حفل من كم سنه صاروا مع، وكان استاذ صباح فخري؟ ايه يمكن انت فاكر من كم سنه. انا ما نعم نحن معلش احكي قصتي للصحافه والتلفزيون. ايه السيده صباح كان عامل فيلم مع غرام شيبة اسمه أول نظرة، واجوا عرضوه بحلب بسينما فؤاد. أنا كنت يعني أنا أصغر، ما أكبر مني هي بكتير أصغر، بس لما رحت وشفت الفيلم عشقته. بلشت التصريحات الخطرة هي، ما هي فضايح بس حب الطفولة. الطفل احيانا يعني يعجب ويعشق، ولكن عشقه طبعا على قده. وكان بعده جديد، انا ما عبرته. وبعدين ما وين انا وين هي نجمه مكسره الدنيا وين. المهم فدارت الايام وافتتح التلفزيون العربي السوري بالستينات، وكان الشرف انه ست صباح تشرف ونشارك في برنامج واحد اسمه خيمة حماد، وهي اسم الله حول نجمة. أنا لسه مطرب صاعد يعني. فأطي من دي صباح شحروا لي برنامج زعو، عندما يسألوا من دي وقف يطلع معه. مين هذا اللي عنده مطرب أعصاب يطلع؟ الحقيقة لأنه أنا بحب طلعت ما خفت. برافو. فطلعت وغنيت يعني غناء جميل، وكانت قاعدة عم تستمع. خلصت قالت لي انت ليش ما عم تيجي للبنان؟ بصير ما بصير؟ لا بدك تيجي. حبيتها كثير يوميها، وادركت هالشفافيه اللي في قلبها ولعدم لا حسد لا غيره لا قصه لا غيره مهنه لا قصه، ومصره انه انا اجي وشارك وأغني. الحقيقة كلها فضل هي ست صباح إنه في دعوتي للبنان. حلو. واليوم صباح وصباح فخري في تراتاتا على شاشة دبي. ست صباح كنا عم بنحكي عن هالبدايات وهيك، اليوم أنا حكيت له البهربة علي فإجا وكسح الدنيا بصوته. اسم الله اسم الله، ولحد الله يخذ العين. اسم الله انه ما حدا بيقدر يغني حده يمكن الا انا شوي. يعني انتم بتعتبروا من العمالقه مع استاذ وديع السافي ست فيروز، يعني قد ايه مسؤوليه كبيره انه بضلكم، كيف احساسكم هيك وبهيك لقاءات خاصه؟ يعني انا كانوا عم بيسالوني هلا انه بتحبوا تعملوا دويت؟ قلت لهم يا ريت، انا واستاذ صباح وست فيروز استاذ وديع الصافي. طب كيف ما التقيتوا قبل بمره؟ ايه استاذ، كيف ما التقيتوا قبل بمره؟ جمعكم تراتاتا الليله. ليلي ما التقيتوا قبل بمره فنيا طول هالسنين؟ نعم لا غنينا بالشام قلت لك. لا بس ما بس ما في عمل جمع بيناتكم؟ ما في شيء شفناه يعني؟ لا ما التقينا طبعا. وكان عم بغني كمان. كل يوم احضره. ايه كان كان يا ما كان؟ لا كان كان مزبوط. ولا زال كان اي نعم. المهم الحقيقه انا بدي اقول شغلي، الست صباح الست فيروز ونصري شمس الدين
والاستاذ وديع الصافي ابو فادي يا حبيبنا. تحيه للاستاذ وديع. هدول عملوا هويه لبنان مع الاستاذ كبير الله يرحمه فيلمون وهبي. هن هويه لبنان، غنائهم عطى هويه للبنان. طيب هلا هيدا الجيل، بس هالجيل الجديد كيف علاقتك فيه؟ حلو، اصدقاء نحن، كل صبيه حلوه انا صديقتي. وما اكثرهن هالايام. هل هناك انسان يكره الجمال؟ ان الله يحب الجمال. صح، الله جميل يحب الجمال. يعني نحن قدوة لهالجدان، لازم يكون في قدوة، وأنا لهلا بعدهم عم بغنوا لي أغاني وهذا الشيء بيسعدني. هي يعني ترك مدرسة، هذا الشيء كثير حلو. صح، صبوحة فيكي فينا نقول إنه عم تتواصلي تواصل كثير حلو مع الجيل الجديد، عم بتشوف لك أعمال مصورة حتى دويتو، بتحبي هيك ولا عم تسيري العصر؟ لا أنا بحب أعمل ناس، يعني عرفتي كيف؟ وإذا لقيت حدا عنده موهبة كثير بساعده. سبحان الله، شباب على الدوام بتضلك، بتحبي إيه؟ الحياة، بتحبي الشباب، بتحبي كل شيء. إيه؟ بعدين الله يوفقهم، يعني طبعا صوت صباح مش رح يجي مثله، صعب. أكيد. أنا فعلا سعيدة ورح أرجع أقول، لأنه مبسوطة أنه عمالقة من الفن في ثلاثة ليلة، ومبسوطة لأنه صباح شخصيا بحسها بتعطيني تفاؤل بالحياة، بتعطيني أمل بهالحياة. وشوفيها الدنيا، شو هالغنية إلا ونسمع منها شوي بعدين، إلا ونسمع منها شوي. بس أنت لازم تنبسطي بحياتك، ست حلوة وناجحة، خليلي والدنيا كلها حلوة، خليلي كل شيء حلو. شكرا شكرا.